سألتوا نفسكم مين هم أكتر الشخصيات المهمة في الوطن العربي والأكتر تأثيراً على الجمهور والشباب من المحيط للخليج؟ وده اللي هنعرفه في التقرير اللي عملته مجلة دير جاست العالمية لأكتر 10 شخصيات مهمة في الوطن العربي. بس قبل ما نقول لكم عليهم هنقول لكم مين هم أكتر 10 شخصيات جذابة في الوطن العربي. معانا في المركز العاشر الفنانة سلمى أبو ضيف، وبعدها نجلاء بدر ونيلي كريم ومنى زكي ودرة، والمركز الثاني خدته الفنانة هيفاء وهبي. أما بقى أكتر فنانة جذابة في الوطن العربي هي الفنانة صاحبة الكلمات العميقة ياسمين صبري. ودلوقتي يلا بينا ندخل على أكتر 10 شخصيات مهمة في الوطن العربي، وبنبدأ برضو بالمركز العاشر اللي كان من نصيب الفنانة منى زكي. أما المركز التاسع راح لفخر العرب أبو مكة محمد صلاح. أما بقى في المركز السابع فخده عمرو دياب، وبعده جت صاحبة السعادة إسعاد يونس. وكان المركز الثالث من نصيب الفنان المصري العالمي رامي مالك. وعشان وقت الحلقة هنقول لكم مين في المركز الأول على طول، عشان ده أكتر واحد يستحق انه يكون موجود في القائمة دي، وهو صاحب القلب الكبير السير مجدي يعقوب. ودي كانت نهاية حلقتنا، كان معاكم ماريان من نجوم الفن.